مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا على الهواء مباشرة الآن الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. أهلا بك أستاذ شريف. أهلا بكم وأهلا بكل مشاهدي التلفزيون المصري، وهنيئا للشعب المصري بالذكرى 70 لعيد الشرطة. أهلا بك يا فندم. يعني إذن السيد الرئيس استطرد اليوم خلال كلمته وأشار إلى إنجاز دحر الإرهاب وأيضا ما تكبده أبناء الشرطة وأيضا الجيش من أثمان باهظة تتعلق بالأرواح وأيضا بالمصابين، ووجه لهم التحية ولأسرهم. ما هي خصوصية الاحتفال 70 لعيد الشرطة في هذا العام؟ أولا، عيد الشرطة هذا العام يضيف صفحة جديدة من الفخر والإعزاز للشرطة المصرية، وكما تحدث السيد الرئيس قبل قليل عن عدة نقاط مهمة في كلمته، سواء الكلمة الارتجالية أو الكلمة المكتوبة، وأنا أعتقد أن كلاهما يكمل الآخر بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري. كما هو معروف أن مصر الآن في منطقة مضطربة، وكما أشار الرئيس في كلمته بأنها المصالح تتعارض فيها، ولذلك فإن نقطة الأمن أو توافر عامل الأمن هو عامل تقييم ونجاح لمدى أداء الدولة المصرية. وأعتقد أن السنوات السبع الماضية خاضت مصر معركة ضارية في مواجهة الإرهاب، وهو ما انعكس على لا نقول خسائر ولكنها تضحيات كبيرة قدمها رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وقدمتها الأسر المصرية التي فقدت ذويها في هذه المعارك المهمة، وقدمها أيضا المدنيين الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. نحن أمام بناء جمهورية جديدة، وهذه الجمهورية تحتفظ وتحفظ كرامة المواطن المصري، وهو مبدأ أساسي حرص السيد الرئيس على الحديث عنه، وتقدم الدولة مبادرات مهمة لصالح الوطن. القضية أن الوطن لا ينسى أبنائه، سواء ممن قدموا أرواحهم فداء له أو من القائمين في مختلف الأماكن والمواقع، وأعطى مثالا بذلك في مبادرة حياة كريمة التي في رأيي أنها هي أهم المبادرات التي تطرحها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وهي تغطي نسبة 60% من الشعب المصري بالمناسبة، واقتحمت مناطق لم تستطع أي من العهود السابقة أن تدخل هذه المناطق من قبل في عملية التطوير أو إعادة البناء. كل ذلك يتم في وسط أو في ظل جائحة كورونا، وأيضا التحديات الإقليمية أستاذ عارف والتي يعني تفضل سيادة الرئيس بذكرها أيضا. يعني نعم، وهي تحديات مهمة جدا، وخاصة في أننا كما وصف السيد الرئيس أننا في منطقة مضطربة. كون الدولة المصرية أن تحافظ على هذا المستوى من الأمن، الأمن الآن أصبح قويا، الأمن رجع بقوة كبيرة، لا توجد دولة ولا سيطرة بدون وجود جهاز أمني قوي، وسواء الأمن السياسي أو الأمن الجنائي، في الحالتين الشعب المصري يعني ينعم هذه الأيام بتجربة كبيرة ومهمة. وأعتقد أن وزارة الداخلية لديها رؤية كبيرة في التعامل، وخاصة فيما يتعلق بكرامة المواطن المصري وصون حقوق الإنسان، وهو يعني يحسب للدولة المصرية بكل المقاييس. نعم، وهنا نذكر أستاذ عارف أيضا إنشاء المجمع الأمني بمدينة بدر، والذي تم إنشاؤه على مساحة 85 فدان، يضم مركز للتأهيل وفقا لدراسات علمية، وأيضا
يعني مبني على أيضا مفهوم حقوق الإنسان بالمعنى الأشمل، والذي يكفل لنازليه بأن تكون لهم حياة أخرى يستطيعون أن يبدأوها بعد الخروج، من حيث إعادة تأهيلهم أيضا انطلاقا من مفهوم أن الإنسان لا يعاقب مرتين. أنا يهمني في الفترة الأخيرة في مسألة تكنولوجيا العصر والسباق الكبير الذي دخلته وزارة الداخلية وربما الدولة المصرية كلها فيما يتعلق بمسألة الرقمنة على وجه التحديد، وخاصة أن وزارة الداخلية هي بالدرجة الأولى هي وزارة خدمية، ليس هدفها الأمن بس، ولكن تقدم مجموعة من الخدمات. هذه الخدمات أصبحت الآن قائمة على شكل كبير من الرقمنة، وبالتالي في سرعة استخراج التراخيص وغيرها وكل ما يوازي ذلك، الموقف اختلف تماما، وهذا يحسب للدولة المصرية بشكل كبير. أيضا يحسب الدخول في المناطق التي لم يكن يستطيع أي أحدا أن يدخلها من قبل، وهي المناطق العشوائية. ده كما أنه بعد أمني هو أيضا بعد اجتماعي مهم وفي صالح ومستقبل هذه الدولة. نعم. طيب، يعني الاحتفال قد تكون الخصوصية له في هذه السنة هو فعلا إنشاء المجمع الأمني وبالعودة له مرة أخرى، يعني هو تم إنشاؤه بالتزامن أيضا مع إغلاق العديد من السجون. ما هي الرسالة إذن التي توجهها مصر من خلال هذا الإجراء للعالم فيما يتعلق بالمفهوم الأشمل لحقوق الإنسان، أيضا جنبا إلى جنب مع إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أستاذ شريف؟ يعني أنا يعني القضية هنا، لو رجعنا قبل أيام قليلة في منتدى شباب العالم وفي الجلسة المتعلقة بحقوق الإنسان، نجد أن السيد الرئيس حينما تحدث عن الوضع فيما حولنا في الدول التي تقع في المحيط الإقليمي وما أدى إليه هذا الوضع، البعض ينظر إلى يعني حرية الرأي على أنها يعني تضييق، يعني يختزل مفهوم حقوق الإنسان في حقوق الإنسان في حرية الرأي، وهذا نعم. وهذا تضييق بشكل كبير أو تعمد استغلال. ورغم ذلك أنا أرى أن مصر تتمتع يعني بقوة كبيرة في مسألة حرية الرأي وتداول المعلومات والشفافية بالمناسبة في الإعلان. يعني أنك لو تنظرين إلى الإعلان عن المشروعات والمناقشة على الهواء، لا توجد دولة في العالم تنشر هذا الكلام على الهواء مباشرة وتسأل، وأن يكون رئيس الجمهورية بنفسه هو محامي الشعب الذي يسأل عن كل شيء كبير وصغير في المشروعات. أيضا حرية حقوق الإنسان مصانة في مصر، ومصر لها تاريخ كبير بالمناسبة في حقوق الإنسان، ولكن هناك بعض الادعاءات الغربية التي تحاول أن تستغل نقاط معينة لتدفع بها في عناوين الصدارة، وهذه هي المشكلة الأساسية التي تعاني منها مصر. أعتقد أن مصر الآن بوجود المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد ورعايتها لمسألة زيارة المسجونين وزيارات المنظمات الدولية، كل هذا معلن أمام العالم. نعم. بالإضافة أيضا يعني برافد ثالث إلى جانب حياة كريمة وإلى جانب مجلس القومي لحقوق الإنسان وإلى جانب مركز التأهيل، هناك رافد رابع أيضا وهو يعني حياة كريمة، يعني قد تكون هو هذا هو البعد الآخر لحقوق الإنسان. هناك من يختزل حقوق الإنسان كما أشرت لحضرتك منذ قليل في مسألة حرية الرأي، ولكن حقوق الإنسان أكبر من ذلك بكثير. هي حقوق المواطنة وحقوق الحياة الكريمة، أن توجد حياة كريمة. النهاردة الدولة المصرية بتنقل أسر بالكامل من مخرات السيول إلى مواقع آمنة. الدولة المصرية تخترق مواقع لم تحدث في تاريخها الحديث ولا القديم، والله يعني تخترق مواقع عشوائية لم يحدث بهذا الشكل. نعم. وبالتالي فمسألة الحديث عن أن مصر لا تقدر حقوق الإنسان، لا، مصر تقدر حقوق الإنسان بكل قوة، مصر تراعي أبنائها ولا تميز بينهم. وانظري إلى كلمة الرئيس حينما قال إن الجمهورية الجديدة قائمة على حفظ كرامة المواطن المصري. نعم.
طيب يعني احنا ايضا اليوم ونحن نحتفل بعيد الشرطه نود ان نرسل رساله للشباب الصغير وللاطفال بمعنى عيد الشرطه والسبب وراء هذا العيد. ومن هنا يعني نود الحديث ايضا عن معركه الاسماعيليه والتي كانت هي يعني السبب الاساسي في الاحتفال بعيد الشرطه الباسله. معركة الإسماعيلية أنا أعتقد أنها نموذج لكفاح الشعب المصري. بالمناسبة معركة الإسماعيلية كانت مرحلة إسدال الستار على ما يعرف بحرب المائة يوم، وهي منذ إلغاء الحكومة المصرية لمعاهدة التحالف مع بريطانيا في أكتوبر 51 وحتى منتصف يناير 52، وكان تصاعد المقاومة الكبير في منطقة القنال دافعا لمحاولة أن يتقدم الإنجليز لمحاولة كسر يعني كسر صمود المقاومة المصرية وإرادة المصريين. ولكن هناك استبسال حقيقي كان في مسألة الرد والدفاع حتى آخر طلقة، وكان رد الحكومة المصرية ووزير الداخلية المصري بالرد لآخر طلقة حتى، وخرج هؤلاء للأسف يعني جثثا من هذا المكان من كراكول الإسماعيلية. وهذا دليل أولا على دفاع المواطن المصري عن الأرض. هذه القصة لابد أن تروى للأجيال بالزبط. هذه القصة اضطرت في اليوم التالي أن الاحتلال أن يقدم مذبحة جديدة في القاهرة، وهو حريق القاهرة التي كانت جماعة الإخوان الإرهابية شريكا أساسيا في صناعته، وهذا يدل على أن سيناريو الفوضى قائم، وسيناريو الفوضى متى أتيح له الفرصة أن ينفذ ينفذ. نعم، اليوم في كلمة السيد وزير الداخلية ما هي أهم النقاط التي استوقفت حضرتك أستاذ شريف، وخاصة أنه يعني أشار أيضا إلى الذكرى السبعين لمعركة الإسماعيلية، وأن عطاء الشرطة هو متصل بالعمل الوطني وأيضا بعملية الإصلاح والتنمية التي تواكبها الشرطة المصرية بتطوير الأداء وإعداد العنصر البشري. أشار أيضا وزير الداخلية إلى عمل الشرطة والقوات المسلحة معا جنبا إلى جنب من أجل القضاء على البؤر الإرهابية والمتابعة الدقيقة أيضا للأنشطة الإرهابية والتصدي للجرائم الإلكترونية وما تحمله من تحريض وبث للشائعات. وأيضا أشار إلى نقاط أخرى، ما هي أهم النقاط التي توقفت أمامها أستاذ شريف؟ أنا يعني بس دعيني أن أؤكد أولا أن الشرطة المصرية هي جزء أصيل من الحركة الوطنية المصرية. لو أنك نظرت إلى تاريخ مصر الحديث ستجدين أن الشرطة والجيش المصري جزء رئيسي في مثلا ثورة 19، في توابع ذلك فيما بعد، وحتى مثلا حادث 4 فبراير سنة 42، وحتى المقاومة في القنال التي أدت إلى عاد الشرطة بالمناسبة. نعم. الذي كان يدير الحركة الوطنية في هذا التوقيت طبعا بجانب شباب الوطنيين وشباب الجامعات كان ضباطا من الجيش وضباطا من الشرطة. يعني دي حاجة يعني لا تقبل التشكيك بأي شكل من الأشكال. المهم أن دور الشرطة المصرية الآن أصبح دورا تنمويا، وأعتقد ربما هذا ما ينعكس على ما تقدمه من خدمات للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالسلاسل التجارية كأمان وغيرها، أيضا في تطوير منظومة التحول الرقمي في استخراج التراخيص وغيره. أيضا الشرطة المصرية لها دور كبير في رعاية أسر شهداء العمليات الإرهابية، وأنا أعتقد أن ذلك هو أقل جميل يمكن أن تقدمه الدولة المصرية برعاية أبناء الشهداء خاصة الأطفال الصغار وأسر الشهداء الذين فقدوا ذويهم في هذه المعارك وفي هذه البطولات الباسلة. أيضا ذلك الإصرار الكبير من ضباط جهاز الشرطة على الدخول والمشاركة والمواصلة في هذه العمليات، وهذا ما يؤكد أن التضحية المصرية مستمرة وستستمر.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف، كنت معنا في هذه التغطية الحية والمباشرة من شاشة الأولى.